قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. احنا شفنا الكلب لما كان بيدافع مش عايزهم يقربوا لهم، لكن في كلب تاني صاحبه اتعور على الطريق السريع جري والعربيات خبطته وهو بيجري عشان ينقذ صاحبه، وبرضه كمل وراح لحد ما انقذه. تعالوا نشوف المنظر هذا الجميل في الوفاء وإعانة المصاب وإعانة المسكين المضطهد. لا إله شوفوا هنا ده الكلب، شوفوا لا إله إلا الله لا إله، ورغم من كده هشوفوا هذا الكلب بيشد صاحبه زي في وسط الطريق السريع الهاي واي كما يسمى، بيشده شوفوا دماء سايلة من صاحبه ولكنه وفي. تخيلوا ان حرصه على صاحبه خلى الاسعاف جات عشان تاخده. شوفوا هو بيجري مرة تانية، العربية خبطته ورغم من ذلك كمل مشواره وبرضه راح لصاحبه وبرضه راح عشان يشد صاحبه وينقذه وما يسيبوش. المسلم واخو المسلم. طبعا انا مش بقول ان الكلب يعني نشبهه بذلك، لكن لا، ده أنا أقصد شوف الفطرة لما المسلم يشوف أخوه المسلم بيؤذى، المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، بحسب بريء من الشر أن يحقر أخاه المسلم. إن الدماء تبقى محتقرة دي كارثة، هذه مصيبة. ايه رأيكم لو شفت واحد بيهدم الكعبة تعملوا فيه ايه؟ طبعا ما فيش مسلم حيسيب البني ادم ده اطلاقا. طب ايه رأيكم ان دماء المسلم اعز على الله سبحانه وتعالى من بناء الكعبة؟ النبي عليه الصلاة والسلام نظر الى الكعبة وقال ما اعظمك وما اعظم حرمتك، وان حرمة المسلم عند الله اعظم من حرمتك. سبحان الله العظيم.